اهلا بيك عزيزي المشاهد برحب بيك في حلقه جديده من برنامج مع الاحداث في ضوء الكتاب المقدس وبنكمل كلامنا في تفسير سفر الرؤيا برحب بضيف برنامجنا خادم الرب الاخ افرايم فخري برحب بحضرتك اهلا بيك احب اذكر مشاهدينا ان احنا في الحلقه السابقه كنا بنتكلم في الاصحاح ال11 وكنا توقفنا عند الايه المهمه جدا اللي هي ايه 15 اللي الكتاب بيقول فيها ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين تفضل حضرتك آه لو رجعنا لسفر دانيال أصحاح اثنين قلنا للمشاهدين هنجمع الأحداث ما بين الرؤية ودانيال آه لو رجعنا للحلم اللي حلمه الملك نبوخذ نصر <applause> والتمثال المكون من أربع أجزاء الرأس من ذهب والصدر والذراعين من فضة والبطن والفخذين من نحاس والساقين من حديد وأصابع القدمين بعضها من حديد وبعضها من خزف. وقلنا إن هذا التمثال بأجزائه الأربعة يمثل تاريخ العالم أزمنة الأمم. العالم سلم للأمم من خلال أربع إمبراطوريات حكمت العالم. الامبراطورية الاولى امبراطورية بابل ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان اللي عايز اقوله بقى المرتبط بالاية بتاعتنا يقول واذا حجر قد قطع بغير يدين فضرب التمثال فانصحق الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب وصارت كل هذه كعصافة البيضر والحجر الذي قطع بغير يدين صار جبلا كبيرا جدا وملأ الأرض كلها هذا الارتباط بالآية دي بمعنى الحجر اللي قطع بغير يدين الحجر الساحق اللي هو شخص المسيح هو نفس الحجر الذي رفضه البناؤون هو قال كده قد صار رأس الزاوية من سقط على هذا الحجر يتردد <applause> ومن سقط هو عليه <applause> اي الحجر يسحقه <applause> يا اخت انجي في دانيال اتنين ده دا الحجر الساحق شاط كل ممالك العالم انسحق كل شيء وصارت كل ممالك العالم كعصافة البيضر وهذا الحجر الذي قطع غير يدينا اي المسيح قد صار جبلا عظيما او كبيرا جدا وملا الارض كلها اي ملك على كل العالم. فالمسيح سيملك وسيملك الى ابد الابدين. وهنا يتحقق القول الوارد في رؤيه 11 قد صارت ممالك العالم او المملكه العالميه لربنا ومسيحيه. في تاريخ ازمنه الامم كانوا اربع امبراطوريات. النهارده في 200 دوله. لكن لا اربعه ولا 200 في المستقبل. كل العالم ده هيصير مملكه واحده ويملك عليها المسيح ويكون الرب وحده واسمه وحده. رائع. بكده بنكون خلصنا اصحاح 11 آه. لو ممكن حضرتك تكون بتدينا خلفيه سريعه عن اصحاح 12 عشان نكون بعد كده بندخل على الجامعات. أستاذين استاذنك لنا الست اعداد الاولى. طبعا. عزيزي المشاهد احب انك انت تكون بتجيب كتابك المقدس علشان هنكون بنقرا مع بعض من سفر الرؤيا الاصحاح 12 من واحد لستة وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف امام المراه العتيده ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد واختطف ولدها الى الله والى عرشه والمراه هربت الى البريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما فولدت ابنا ذكرا عتيد ان يرعى مم. جميع الامم بعصا من حديد مم. هبدا بالفقره دي ده اللي ارتبط بموضوعنا مين العتيد ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد رب المجد يا سلام ده رب سين. المجد تاكيد ان الشاهد مزمور امم آه لما بيقول اسالني الاب للابن فاعطيك الامم أمم ميراثاً. ميراثا لك مم. واقاصي الارض ملكا لك مم. تحطمهم بقضيب من حديد مثل خزاف تكسرهم مم. يبقى إذن المسيح جاء من هذه الأمة الأمة اليهودية والإسرائيلية العتيد في المستقبل أن هكذا يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وبعد أن اختطف إلى الله وإلى عرشه المرأة هربت إلى البرية هنا اجتياز الشعب في سنوات الضيقة حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك ليه احنا قرينا الجزء ده عشان نوصل للرقم ده 1260 يوم <applause> ايه فكره ال1260 يوم احنا قلنا سنوات الضيقة سبع سنين السبع سنين مقسمه الى قسمين متساويين 3.5 <applause> آه، ونص 3.5 ونص. ونص الاولى يسميهم الكتاب مبتدا الاوجاع وده مذكور في متى 24 مبتدا الاوجاع والنصف الثاني يسمى بالضيق العظيمه منين جت فكره التقسيم ال1260 يوم دول لما نقسمهم على عدد ايام السنه على 360 يطلعوا ثلاث سنين ونص مم. في الحقيقه ثلاث سنين ونص جايين بثلاث آه افكار مره يقول عنهم زمان وزمانين ونصف زمان الزمان سنه يبقى زمان وزمانين ونصف زمان ثلاث سنين ونص ومرة يتكلم عنهم بالشهور اتنين واربعين شهر يعني ثلاث سنين ونص ومرة بالأيام يبقى ثلاث سنين ثلاث سنين ونص حدثت بعد كده حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته في حرب في السماء جاب إبليس كل جيوشه وقف قدام الملاك ميخائيل بكل جيوشه الملاك ميخائيل رئيس الملائكه واحد من من الرؤساء الاولين ودارت الحرب في الاجواء الفضائيه كانت النتيجه طبعا ان انتصر ابليس وملائكته على الشيطان واسقط الشيطان من الاجواء الفضائيه الى الارض ولما اسقط الى الارض يقول الكتاب وبه غضب وبه غضب عظيم لكن على الارض حرفيا اذا كان وهو في الاجواء والدنيا حدش طايق حد دلوقتي والشيطان عمال يعمل الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه م. فما بالك لما ينزل على الارض باعتباره انه روح ولما ينزل على الارض لابد ان يدخل في شخصيتين ادميتين يستخدمهما لاظهار اعماله الشريره وده هيكون موضوع اصحاح 13 اصحاح 13 رائع اسمح لي هنكون بناخد اصحاح 13 لكن بعد الفاصل عزيزي المشاهد خليك معانا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض تفسير سفر الرؤيا ونبدا باصحاح 13 شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على BO Box 3610 Seal Beach, California 90740. بيك عزيزي مشاهد مرة تانية بعد الفاصل وبنكمل كلامنا في تفسير سفر الرؤية أخ إفرايم إحنا هنبدأ دلوقتي في الإصحاح الثالث عشر إصحاح 13 أختي م. إنجي بيتكلم عن موضوع جديد شفنا في إصحاح 12 طرح الشيطان على الأرض م. وبه غضب عظيم لابد أن يدخل الشيطان في شخصيتين آدميتين اللي هم هنا في وحشين في اصحاح 13 الوحش الطالع من البحر م. ثم الوحش الطالع من الارض وانا هدي فكره باختصار م. بعد حضرتك استاذنك ترنا الاعداد العشره الاولى امين. عزيزي المشاهد هنكون بنقرا مع بعض سفر الرؤيه الاصحاح ال13 من واحد لعشره. ثم وقفت على رمل البحر فرايت وحشا طالعا من البحر له سبعه رؤوس وعشره قرون. وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي وتعجبت وتعجبت كل الأرض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانًا أن يفعل اثنين وأربعين شهرًا، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطي أن يصنع حربًا مع قديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانًا على كل قبيلة ولسان وأمة. فسيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ليست اسماءهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح من له اذن فليسمع ان كان احد يجمع سبيا فالى السبي يذهب وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف هنا صبر القديسين وايمانهم اشكرك <تصفيق> <تصفيق> ايه بقى القصه هنا من ناحيه البرنامج قلنا ان قارة اوروبا هتكون في انتعاش لما ذكرنا توحيد القارة الاوروبية من خلال العملة الموحدة اليورو والفيزا الموحدة الشنجل وده كله عبارة وهي اتحدت فعلا من فترة في صورة ما يسمى بالسوق الاوروبية المشتركة موضوع قديم ومعروف على مستوى العالم هذا الاتحاد سوف يزداد ويزدهر بعد اختطاف الكنيسه سوف تكون اوروبا وكانها دوله واحده. ليه بقول الكلام ده؟ هيطلع منها زعيم اللي هو الوحش اللي هو الموضوع اللي حضرتك تفضلتي وقريتيه. هذا الوحش الروماني وزي ما قلنا هيطلع من روما ليه؟ لان روما هي اللي حكمت بالسلطه على, على رب المسيح, المسيح. سياسيا مم. بالرب. هيجي هذا الوحش يدخله بقى الشيطان. ترابط الاحداث فصحى 12 الشيطان كان في السماء وسقط على الأرض, الارض مهزوما امام ميخائيل وملكته مم. طب هو سقط على الارض هيجري اعماله الشيطانيه ازاي مم. لازم يدخل في البشر فيدخل في شخصيتين وده موضوع اصحاح 13 شخص طالع من البحر اللي هو الوحش الروماني اللي هو العالم الاممي والوحش الثاني اللي هو كماله الاصحاح يقول عنه طالع من الأرض مم. اللي هو من عدد 11 الوحش اللي طالع من البحر ده شخص أممي يقود العالم سياسيا ويعمل حرب ضد الله وضد القديسين. إنما الوحش الطالع من الأرض مم. أي أرض فلسطين سيقود العالم دينيا هو ده اللي هيجلس في هيكل الله ويقول أنا المسيح هو ده النبي الكذاب دول أخطر شخصيتين على الارض في وجه التاريخ ما, ما حصلش ناس قبل كده زيهم ولا يحصل بعدهم اتنين يقود العالم في العبادة الوثنية والتجديف ضد الله طبعا بدعم وقوة من الشيطان حتى بيسموا ده الثلاثي الأنجس يعني الشيطان والوحش والنبي الكذاب أخطر ثلاثي هيجر العالم في ورطة عالمية وفي هكذا التجديف على الله لكن هتكون ايه النتيجه مهما عمل الانسان ومهما عمل الوحوش خلي بالك السلطان في يد الرب في النهايه تمام. هو مسيطر على كل الامور والاحداث اشكرك تمام لاحظ هنا بيقول ده في وحش وبعدين عدد 11 في وحش يعني سامين وحوش يعني في عدد واحد وحش طالع من البحر وفي عدد 11 وحش, وحش طالع من, من الارض, من الأرض. هم دول وحوش حرفية جايين من الغابة ولا دول بني آدمين؟ لا هو رمز هذا الوحش شخصية حقيقية شخص سيقود العالم بس رمز اقصد يعني وحش آه هنا رمز بالزيطة. لكنه في الآخر هو آه إنسان أخ... اه م. تأخذ الرمز بكلمة وحش م. ومعنى كلمة وحش متوحش شرير شرير أذكر حضرتك في الصليب لو رجعنا إلى مزمور 22 م. ده أنا واحب دايما اربط الكلام بالمسيح والعهد الجديد عشان نستفيد. عارفه حضرتك كانت في وحوش عند الصليب؟ لو رجعنا لمزمور 22 اذكرك بالاعداد اللي بتتكلم عن وحوش ومش وحوش حرفية لكن الناس في عدائهم للمسيح كما لو كانوا اصبحوا وحوش. ايه بقى الايات؟ يقول كده فغروا علي افواههم كاسد مزمجر مفترس احاطت بيه كلاب مزمور 22 احاطت بيه سيران احاطت بيه سيران ايه ده وبعدين انقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحدتي خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش واضح ان المزمور ده بيتكلم عن المسيح اللي في بدايته العباره اللي قالها المسيح حرفيا على الصليب إله الهي الهي لماذا تركت؟ تاني يبقى وكانه مي... كان عايز يقول لهم ارجعوا للمزمور ده هتلاقوا الاحداث بتحصل يعني لحد اخر وقت الرب كان بيديهم البشاره حتى وهو على رائع برافو. يبقى هنا انا بدعم مم. ليه شبه الناس بوحوش اصل بعض الناس يقول لك لا مش معقول لا معقول مم. الدعم هنا مزمور 22 مم. وبتكلم عن المسيح وصليب المسيح احاطت بهذه الوحوش ففي اسد وفي قرون بقر الوحش وفي ثيران وفي كلاب وفي من بالمفرد كل دول أحاطوا بالمسيح. علشان نستفيد يا ترى مين دول اللي حاطوا بالمسيح الوحوش دي اللي هيتكرر التاريخ بعد كده ذكرها بعد اختطاف الكنيسه. لما يقول مثلا انقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحدتي. واضح ان الكلام في كلمه الله ترمز الى الامم ليس جيدا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. للكلاب. يجي الكلب بالمفرد رمزي الى بيلاطس البنت الوار الروماني اه بس ابقى استاذن حضرتك لا ربما يحصل انه يعني اللي اللي ان المشاهد يكون بيسيء بي فهم الامر انه يعني جدير بالذكر ان احنا نوضح سريعا ليه المقولة دي اتقالت هو طبعا يعني مش لأن السيد المسيح نفسه هو بيشبه ال الأمم بال بالأمر دوت لكن هو متعرف عليه أنه ده كان في الوقت دوت هي المقولة دي بتقال بالشكل دوت فالمسيح كأنه آه بيكرر الكلمة أو بيقولها للمرأة علشان يختبر إيمانها لكن هو بداخله هو مش ده مش, مش ده الاتيتيود ال اللي هو يقصده يعني تمام فهنا اذا قلنا الكلب بالمفرد رمز لبيلاطس البنطي ده أممي م. وده واحد أحاطت بيه كلاب الشعوب الأممية الهائجة اللي هاجت ضد الرب ومش بس الأمم ده اليهود أحاطت بيه صيران خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش أدي مملكة الشيطان فالحقيقة كل الـ 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 الألفاظ اللي سمعناها في مزمور 22 دي ما كانتش حيوانات حرفية لكن الناس في عدائهم للمسيح صاروا وحوش زي النهاردة الناس بتعادي المسيح وعايزة تفترس أتباع المسيح وحصل وهيحصل وادي طالعين اتنين شخصيتين من أوعر الشخصيات في التاريخ البشري شخص أممي وشخص يهودي الاتنين هيتضامنوا في مضايقه قدسيه الله وشن حرب ضد الرب رائع وشكرا جدا حركة ديتنا ادله كتابيه وافيه بتؤكد الامر لو أستاذن حضرتك ان احنا ممكن نكون بناخد الامور بشكل سريع علشان نبدا ندخل على الجامات في عدد 17 عشر يقول ان في سمه هتتحط في عدد 16 و17 في سمه الوحشه هيحطها وده موضوع مهم جدا جدا م. لا يصح ان يفوتنا م. السمة دي هيحطها الوحش اما على الجبهة او على اليد اليمنى م. ايه بقى السمة دي مكتوب عليها الرقم ده 666 وده رقم الوحش 666 ليه اختار الوحش هذا الرقم رقم 6 رقم الشر 66 المزيد من الشر 666 كمال الشر كمال الشر يكون كاملا في تلك الايام الصعبه. م. عايز اقول للمشاهدين ان اقول لهم كلمه ان في الوقت الحالي تم تجهيز واعداد الشريحه الالكترونيه واتمنى من الكنترول في في الاعداد يجيبوا لنا منظر عن هذه الشريحه اللي هتتحط تحت الجلد سواء في اليد اليمنى او على الجبهه واللي عليها رقم الوحش 666 ما فيش حد يقدر لا يبيع ولا يشتري ولا يتحرك الا بعد ان يضع هذه السمه اما على اليد اليمنى او على او على الجبهه اللي عايز اقوله الاعداد بيتم من الان فاذا كان اعداد هذه العلامه اللي هتتحط تحت الجلد وموجوده هنا وهنشوفها على الشاشه موجوده النهارده هذا امر خطير جدا ينبئ باننا على اعتاب النهايه وقربت هذه الاحداث ان تتم جميل يعني ده معناه انه حضرتك تؤمن ان الامر سيحدث حرفيا طبعا تمام شكرا لحضرتك جدا واكيد هنكمل في الحلقات اللي جايه عزيزي المشاهد بشكرك جدا لمتابعتنا وبفكرك انه دايما <applause> بنؤمن بانه ايا كان الوضع وايا كانت الاحداث وايا كان مساوئ الامور والاحداث لكن في النهايه نؤمن ان الرب ممسك بزمام الامور له اليد العليا وله السلطان واحنا اولاده واحنا ممسوكين بيد قديره عشان كده اشجعك بايه رائعه في نهايه حلقتنا هي من مزمور 89 عدد تسعه بتقول انت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجوجه انت تسكنها. شكرا لك عزيزي المشاهد وتابعنا في حلقات قادمة من برنامج مع الأحداث في ضوء الكتاب المقدس